السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنلعب لعبة ستريم لايف سيميليتر. من هذا في المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. يلا خليكم مع المقطع. اوكي الحين شو اسوي؟ شو هذا؟ ما اعطني مهام، مشكلة اقول له اسوي شي. ما اعطنا المكان اللي يطلع. شو تو السالفة؟ شو تو اسوي؟ ها ايش تسوي النت؟ هاي انا اخلي اسرع. والله احتاج لي ذا رخيص بعشرة بعشرين بشتري. لين هذا مرة يريد سباح. 30 حال يوم أسرع شيء. اشتري هذا بعشرة. هاي كيف أعرف كم فلوسي؟ كذا طلعت. على شكلنا بشتري التوربو أرخص عن هذا وأحسن. بشتري الداونلود عندي سبعة وهذا أربعة. يلا با هذا فلوسي. أوكي أحسن 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 أحسن. بدنا الحين هذا اللعبة عبارة عن ستريم. يوتيوب. هنا وين ندخل؟ ندخل يوتيوب. أحط الفلوس، أحط الفيديو بعدين يعطوني فلوس. لك الحين لازم ادور اجب عمل. هي والله احنا نشتغل. 30 45. والله حلو. خلنا نشوف اكثر واحد. هذا اكثر واحد استعمله من 13 لحد 17. جيت ورك. والله ليش لا؟ اوكي هاي خلنا نشوف شي نسوي في ستريم. والله ما اشوف اي شي اسوي في ستريم الصراحة. خلنا ندخل هذا شادني من متى. لا تقول انه هو برا. كمبيوتر خيب الرام 1 جي بي بس. حلوين حبيبي. شو السالفة؟ لا اطلع صاحبي اطلع. طبعا صح نسيت ان عندي تليفون. قولوا لي عملك يبدا ساعة. صح صبر انا يعمل. دخلت ساعة 13 بعدني عندي 3 ساعات. دخلت كاشير يعني محاسب. اوكي بطلع على 11. لكن الحين نريد نستكشف من وين نسوي بث. بيتكوين اشتري واحدة. اوكي بعدين باي. من وين نسوي الستريم او اصور فيديو؟ اتوقع هذا. والله هو ما اعرف انه نسوي ستريم. شو هذي الحالة؟ جميل. بس تلفون.
اوكي جيت الساعة 11، خلنا نروح الشغل احسن، يمكن يكون شغلنا بعيد وانا ما اعرف كيف اطلع الماب هذا. بعد يريد يسبح شو هذا؟ كيف نركض كذا؟ كيف يمكن هذا؟ اي والله هذا اللي يركض كأنه كود. انت وين شغلنا؟ كيف نطلع الماب؟ راح نضغط كل الأزرار لحد ما أتركها. أتوقع طب شو هذا؟ ليش طلعنا؟ هذه قدرات. اوكي بعدين هذا ما وقتنا. وين الماب؟ شي مهام بلشي ادخلها وطلعها. ما هي طلعنا. ايوه صاحبي انت تدخل. صح يمكن ما في التليفون. ايه والله ما في التليفون. اوكي نحن نريد نروح الكاشير. نحن حددوا العاب نروح بالسيارة. ما باقي وقت. بدا شغلنا. بدا شغلني. تأخرت. بروح بالسيارة. لسه ادور الزر وتأخرت. بسرعة بسرعة بسرعة. كنت اريد اروح كعابي عشان البترول. ناس انا اوريدي خسرت واجد كثير. مرة واحدة الامور طيبة. بسرعة صاحبي مشي. ما عندنا وقت. تأخرنا. طبعا بخليك كمان لحد ما نوصل وبنرجع. طبعا طرق مختصرة. زين زين أنا مفيد. هذا ليش نبع بعيد؟ شو شي مدينة ثانية؟ ألعاب ألعاب. شو استفدت المدينة؟ والله مدينة نهادي. روح دوس بسرعة. تأخرنا واجد. الشرطة لا ترجع علي بعد. شفت الشرطة تعبان. شفت دوس حزان. انزل ما شو وقت. وين شغلنا؟ اوكي قريب قريب. هيا صح دخلت منا ولا بنتها. والله مرة تأخرت على الشغل. كم الحين وقت؟ يا ابوي مشي. وال تأخرت. تأخرت ساعتين. هذاك الشغل كله هنا قال تأخرت. شو سيارتنا نرجع أحسن. بتشتغل بالمرة. جوانا ما رفعت الهاند. خلصت. والله مش بترول. ما اعرف من وين نعبي اصلا.
ولا لا لا عالقت في أرضي. فزت. اوكي طلعنا. مرة نطح البيت. مرة اختصار مرة. أقدر كم يوم نوصل. ألعب شيء ماي. نورت. أنا وصلنا. وصلنا هون. وصلنا مرة ثالثة. وين؟ خلينا نشوف ماي. شيء شجر. الحمد لله دخلنا. اتوقع لو ما تسبحت يا مرات يا ابوي خلاص دليت يا امي. ما طاعت تطلع تعبان نسيا كيف البترول ينشرب اقسم بالله قدام عين ابوي لو بيبسي ما كده تخلص. يلا اطلعي خلي الشجر بعدين ارجع واجي سمانطية صح تعبت او رايح مشي اوفر بترول اوصل اسرع. ايش يسوي؟ تي ربع عارفين بس واطلع وراه وادخل. ما خفنا ورا هذا المحل. صح هو يريد شاور لك ما توقع يستوي ياخذ شاور توه هيرة مية حبيبي. اذا شو يسوي في عمره يبقى مرة اكل خوي. هذا مرة نت صوتي لا بس تحركها بعد حركات نطلب ان هذا هو اثنين خوي. ايش خشيت هذا سبعة واجد خلنا نطلب لنا خمسة ست اوريدي they have one خلنا نطلع نسوي كيو لكن هذي سوي اي اف اي اف. طبعا مرة الحمام يريد يروح بس ما بنروح ابي كيف نتسبح. خلنا نروح هذا المحل نشوف هلعب شو الشرطة توصل لكن عندك حمام هذا بس مخصص حل بي سي. ايش هذا الكرسي بثمانين ايش في؟ ايش صاحبي؟ خلينا نروح نشوف الامازون اللي هناك في اللابتوب. ما وصل لك اي اف بس لكن استوني يريد الحمام. خلنا نروح نضبط امورنا. حاول ما في شيء كيتي كان نركب نركب اوكي اوريدي اي هاف فلوس.
اي صح تذكرت. وي صار سبعة واحد سوي النت. سبوي بوست والله انه مفيد. باي. هيك يا على البوست الله يعين. سو هذا ايوه هيك صح. انا بعدين احسن الحين خلنا نروح هذا نشوف كم اللي يتسبح. لا ثلاثة هذا أرخص واحد ب 400. أصلا أنا ما عندي 400. لا 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 مشكورين. هاي وين اللي ماركرز كنتنا؟ ما أتوقع صحيح. صحيح أبوي اللي عرفنا. خلني أروح أنام ودخل الوقت اف تسريب سيف. حوار بعد يدخلوا في انفي. الحيوان اللي تصور فيه دخلنا كل شيء غيرها. دخلنا نطفر هكذا دخلنا هذا بس نكتشف وين. دخلناها هذا صح. لا 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 ما توقع لها علاقة. خلنا نشوف بس. ياب ما ادري تشترى بيت. تشترى بيت كنا بروح العمل ألعب شو فيديو جيمز. أي ما أعرف مفتاح شو هذا. يمكن من الأول بس حاملة. والله إني فيحي. هذا ها ستريم ستيم. ستيم مؤخرا تعرف شي بس خلاه ينزل لحد ما ينزل. خلنا نروح الشغل عشان ما نتأخر. طبعا اوصل ورا التركه.
راح اتصل. اوكي اوكي بعد عندي وقت، عندي وقت، اتوقع اني الحق والله اعلم. اوكي دخلنا ده الشغل، ما دخلنا الحمد لله. يس اعطوني فلوس، اعطوني فلوس ولا ايش؟ كيف خلينا نشوف التليفون، التليفون يطلع لي فلوس. اوكي شي بنك، خلينا نشوف. شو عندي؟ عم بروح اضبط عمري. صور اشتري هذا اللي يسبح حاوي الخاوي حس. اتمنى عجبكم المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك. يلا نتلاقى في المقاطع الجاية ان شاء الله.